السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شهر إسلام، ودرسنا اليوم هو دي أرتيكل دي. أخذنا في الدرس الماضي دي أرتيكل دي اللي هي كانت أداة الاسم المذكر، واليوم الدرس هو عن الدي أرتيكل دي، يعني أرتيكل الاسم المؤنث. هلأ هون الدي فايبليشي فيمينيني أرتيكل دي، طبعا الدي هي أرتيكل الاسم المؤنث باللغة الألمانية. Auch hier kann zunächst nach dem natürlichen Geschlecht unterschieden werden. يعني هون كمان انه بيمكننا التمييز حسب الجنس الطبيعي للشيء. Das heißt يعني هذا يعني دي فراو، يعني الجنس الطبيعي تبع الفراو او المرأة هو اكيد راح يكون دي مؤنث. يعني الدي فراو هي المرأة، والدي ليغرين يعني الانسي، والدي بروفيسورين يعني الاستاذ الجامعي. هون أختم باي ملاحظة، داس ميتشن يعني هي الصبية لعمر العشرين، هاي بيسموها ميتشن، والداس فايب هي بيرمزوا لها بالمرأة أو الزوجة. هلأ هون الحالات أو الأسماء اللي بتاخد الأرتيكل دي. أول حالة هي الموتوغاد ماكن. موتوغاد ماكن يعني أسماء ماركات الموتورات. أول ماركة هي دي سوزوكي اللي بنعرفها نحنا، ودي هارلي اللي هي ماركة الموتورات الهارلي، والبعدها ديفيدسون يعني هي اسم الماركة هيك ديفيدسون، وبعدها دي ترايمف الماركة هاي كمان بيرمزوا لها بالارتيكل دي وإلى آخره. إن هدول 3 حروف الـ A و T و C يعني وإلى آخره، أو فينا نقول انزو فايدا. هلا هون الحاله دي بعدها شيفس نامن. شيفس نامن يعني اسماء السفن. هون عندي دي كوين اليزابيث يعني الملكه اليزابيث، هاي اسم سفينه اسمها هيك، واللي بعدها دي كورفوك اللي هي كمان اسم سفينه، واللي بعدها دي يوروبا يعني سفينه اوروبا والى اخره. هلأ هون الحالة اللي بعدها هي الفلوكتسويجي. فلوكتسويجي يعني الطيارات. دي بوينت طبعا الطيارة لحالها هي ارتيكلا داس فلوكتسوي، بس هون عم يقولوا فلوكتسويجي يعني الطيارات، انه اسماء الطيارات. يعني عندنا هون دي بوينت، وعندنا هون الكونكروت، واللي بعدها روبي والى اخره. واللي الحالة اللي بعدها هي تسالن. سالن يعني هن الأعداد. أول شيء عند الدي أينز يعني الواحد، والمثال الثاني هي دي زيبل يعني السبعة، والدي نوين يعني التسعة وإلى آخره. الأعداد تاخد الأرتيكل دي. هلأ هون الحالة اللي بعدها هي البلومن. بلومن هي هن الأزهار. أول شيء عندي هون الدي تولبي. دي تولبي يعني اللي بنعرفها نحن زهرة التوليب أو الزنبا، وبعدها دي غوزي يعني هي الوردة الجورية، واللي بعدها هي دي ناتسيسي. ناتسيسي يعني زهرة النرجس وإلى آخره. هلأ الحالة الأخيرة هي فايبليشي بيغوس بتسايشنونجن، يعني أسماء الوظائف النسائية أو الوظائف يعني اللي بتشتغل فيهم أكتر شيء المرأة. هون عندي أول شيء دي غشتغن القاضية، وعندنا هون دي بيكاغن يعني الخبازة اللي بتشتغل بالمخبز وإلى آخره. هلأ الحالة اللي بعدها أو القاعدة اللي بعدها، الأسماء مع النهايات التالية بتاخد أرتيكل دي. قلنا إنه بهذاك الدرس كمان إنه هاي الهون إنه مو لازم أنا أحفظها، كمان لازم أحفظها بصم، بس إنه ما لازم إنه اي شغلة مثلا اي اسم بينتهي بحرف التي يعني انه خلص انه هذا الارتيكل تبعته دي. لا، في استثناءات كتير، بس طبعا هون المقصود فيهم انه 90% او اكتر يعني من 90% مع الاسماء مع النهايات هاي تجي الارتيكل تبعته دي. هلأ منبلش باول حالة. اول الحالة هي الاسماء اللي بتنتهي بالحرف A. هون عندي اول شيء تي لامب يعني اللمبة، وبعدها دي انت يعني البطة، وبعدها دي اوي يعني الجزيري،
اللي بعده دي أودي يعني القصيدي، واللي بعده دي تاشي يعني الحقيبي أو الشنطة اللي بتنشال على الظهر، أو دي غرنسة. دي غرنسة يعني الحدود، عفوا الحد أو التخم، جمعهم غرنسن. كمان بياخدوا الارتكل دي لأنهم اسم جمع، بس طبعا هون هي دي غرنسة يعني حد واحد أو تخم، مثل الحدود اللي بيحطوها بين الدول وإلى آخره. هلأ الحالة اللي بعدها هي الأسماء اللي بتنتهي بحرف الت. عندي هون أول مثال ديفات، ديفات يعني السفر أو الذهاب. وعندي هون الديناخت، ديناخت يعني ليلي أو الليلة. والديتات، ديتات يعني حسني أو عمل يعني. والديات، ديات يعني الطريقة. وهون عندي الدينوت يعني طوارئ أو حال الطوارئ يعني، وإلى آخره. هلا هون عندي الحالة اللي بعدها الأسماء اللي بتنتهي بالحرفين الـ A والـ E، يعني لفظنا هدول I. هلا هون أول مثال هو دي بيكاغاي. دي بيكاغاي يعني المخبز اللي بيخبزوا فيه الخبز والكيك وهيك شغلات، اسمه بيكاغاي. والحالة اللي بعدها هي توغاناي. توغاناي يعني الطغيان أو الظلم، هذا اسمه توغاناي. وبعدها الدي فيشاغاي. فيشاغاي هي هذا المحل اللي بيغسلوا فيه. وبعدها آخر مثال هو الدي بوليتساي يعني الشرطة وإلى آخره. هلأ هون الأسماء اللي بتنتهي بالحرفين إي إن. قلنا الإي إن إنه اختصارهم هدول فايبلشة بغوفة، يعني الأشغال يعني أو الوظائف اللي بتشتغل فيهم المرأة. يعني عندي هون دي بروفيسورين أخذناها بالمثال الأول أو بالصفحة الأولى، هي الأستاذة الجامعية. أو دي مالاغين، مالاغين يعني الرسامي أو اللي بتدهن، يعني دهاني أو رسامي هي اسمها مالاغين. وبعد دي ستودنتين، ستودنتين يعني الطالب الجامعي أو الطالبة. وعندي هون دي برنسيسين، برنسيسين يعني برنسيسين يعني الأميرة أو إيه أميرة، نحن بنقولها هاي اسمها برنسيسين وإلى آخره. هلا عندي هون الحالة اللي بعدها الأسماء اللي بتنتهي بالكلمة شافت. عندي هون أول مثال دي مانشافت. دي مانشافت يعني فريق أو منتخب. وعندي هون دي بليكشافت. بليكشافت يعني الطاقم أو القوة العاملة، يعني لما بتروح على معمل بتلاقي الفريق أو الطاقم بيسموه الطاقم العامل، هذا اسمه بليكشافت. وعندي هون دي فرونشافت. دي فرونشافت يعني الصداقة. وهون البوتشافت، كمان دي بوتشافت يعني السفارة وإلى آخره. هلأ هون الحالة اللي بعدها عندي الأسماء اللي بتنتهي بالهايت، بكلمة هايت أو بالأحرف هايت أو كايت. عندي هون أول مثال دي فراي هايت. دي فراي هايت يعني الحرية. وهون دي أينزام كايت. دي أينزام كايت يعني الوحدانية أو الوحدة. وهون الدي موغليش كايت يعني الفرصة. وهون الدي زيشاهايت يعني الأمان وإلى آخره. هلا هون الحالة الأخيرة عندي الأسماء اللي بتنتهي بالثلاث حروف أو إن جي. أو إن جي مثل هون عندي أول مثال دي تسايتونج. دي تسايتونج يعني الجريدة. أو هون عندي دي أومليتونج. دي أومليتونج يعني التفاف أو انحراف. وهون عندي دي ماينونج. دي ماينونج يعني الرأي. وهون عندي الدي لايتونج. الدي لايتونج يعني الإدارة أو الرئاسة وإلى آخره.
Alle hohen, die Endungen von Fremdwörtern sind ebenfalls hilfreich. Feminin, die. يعني هون عندي كمان نهايات الأسماء يعني الغريبي أو الأجنبي يعني اللي مو أصلا ألماني sind ebenfalls hilfreich. يعني هني كمان إنه فيهم يساعدونا بإنه نعرف هاي الأرتيك هاي هذا الاسم الأرتيكل تبعيته دي. هلا عندي هون الأسماء اللي بتنتهي بالثلاث حروف الـ E والـ O والـ N، طبعا هدول بنرفزهم تسيون، يعني مثل عندي هون دي أكسيون، دي أكسيون يعني عمل أو حركة أو إجراء، يعني أو أكتر شيء بنشوفه بالمولات لما بيكونوا حاطين أكسيون، يعني بيكون إنه شيء بيزندس، يعني شيء خاص أو يعني تخفيض على شيء، يعني عرض خاص. بس هو يعني اسمه الأساسي هو فريمدوات، يعني معناته انه حركة او اجراء. وهون عندي دي ديسكوسيون، دي ديسكوسيون يعني الجدال او النقاش. وهون عندي الكلمة اللي بعدها هي تراديسيون، تراديسيون يعني تقليد او تراث. وهون عندي الحالة الأخيرة هي دي كواليتسيون، دي كواليتسيون يعني التحالف أو ائتلاف، هذا اسمه كواليتسيون وإلى آخره. هلأ الحالة اللي بعدها هي الأسماء اللي بتنتهي بالثلاث حروف A, G, E. عندي هون أول مثال دي جاجي، عفوا دي جاجي لفظتها غلط لأنه الكلمة هاي كمان أجنبية. دي جاجي يعني الأجر، يعني لما واحد بياخد أجرته هذا الأجر اسمه جاجي. وهون دي باساجي، باساجي يعني فقرة أو ممر. وهون عند دي كراجي، كراجي يعني الكراج تبع السيارات أو المرآب تبعهم وإلى آخره. هلا هون الحالة اللي بعدها الأسماء اللي بتنتهي بالحرفين او ال، يعني هون عندي دي المانوفاكتور، المانوفاكتور يعني مصنع او معمل. وهون عندي دي اجنتور، دي اجنتور يعني الوكالة. وهون عندي دي بارتيتور، هون بارتيتور يعني القطعة او قطعة يعني. وهون عندي دي ريباراتور يعني الصيانة او التصليح هون وإلى آخره. وهلا هون الحالة اللي بعدها الأسماء اللي بتنتهي بالحرفين إي كا. عندي هون دي موزيك يعني الموسيقى، دي فيزيك يعني الفيزياء، ودي دي متريك يعني القياس. وهون عندي الاسم الأخير هو دي كريتيك، دي كريتيك يعني الانتقاد أو اللوم وإلى آخره. هلا عندي هون الأسماء اللي بتنتهي بثلاث حروف الـ A, N و T. عندي هون دي acceptance، دي acceptance يعني القبول. وهون عندي دي tolerance، tolerance يعني التسامح أو تساهل أو إيه تسامح أو تساهل يعني. وهون عندي الكلمة اللي بعدها دي elegance، دي elegance يعني لباقة أو أناقة. هون عندي دومينانس، دومينانس يعني الهيمنة أو السيطرة وإلى آخره. هلا هون الحالة اللي بعدها هي الأسماء اللي بتنتهي بثلاث حروف تي والاي والتي، طبعا هون الا أوملوت مشان هيك إنه ايه. هون عندي دي رياليتيت، دي رياليتيت يعني الواقع، ودي مودرنيتيت يعني المودرنيتيت يعني الحضارة، ودي كواليتيت هي الجودة أو النوعية، ودي إيدنتيتيت، إيدنتيتيت يعني الهوية أو ذاتية يعني، أو أحيانا بتجي إنه مماثلة وإلى آخره. هلا هون الحالة قبل الأخيرة هي الأسماء اللي بتنتهي بالأحرف A D E. عندي هون دي ليمونادة، دي ليمونادة هي عصير الليمون اللي بيجي دايما مع مي، وعفوا مع مي غازية، هذه اسمها دي ليمونادة. وهون عندي
الاسم اللي بعدها هي دي باغادة. باغادة يعني موكب عسكري أو استعراض عسكري. وهون عنده مارمالادة هي المربى، وهون عنده دي هيت باغادة. دي هيت باغادة هي سباق الأغاني أو سباق الموسيقى وإلى آخره. وهلا هون الحالة الأخيرة هي الأسماء اللي بتنتهي بالأحرف A N C. عندي هون أول مثال هو دي بريزنتس. دي بريزنتس يعني الحضور. وهون عندي بروميننتس. بروميننتس يعني الشهرة أو مشاهير يعني. وهون عندي دي تندنس. دي تندنس يعني الاتجاه أو الميل. وهون عندي دي اكسيستنس. اكسيستنس يعني الوجود أو البقاء أو التواجد. وهيك نكون وصلنا لنهاية الدرس. بتمنى إن شاء الله إنه تكونوا استفدتوا كتير من الأمثلة والقواعد تبع الارتيكل دي. وبشوفكم إن شاء الله بخير بالدروس الجاي. في أمان الله.